في ايه يا نجوى؟ هو انت مش ملاحظه اليومين دول تصرفات كده غريبه على رشاد؟ تصرفات غريبه زي ايه؟ قبل ما اتكلم ارجوكي ما تفهمينيش غلط، كل الكلام اللي هقوله لك دلوقتي لمصلحتك عشان تفتحي عينيكي لكل اللي بيدور حواليكي. هو ايه الحكايه بصراحه؟ بصراحه انا عرفت ان رشاد ماله متجوز. رشاد انت بتخرفي بتقولي ايه؟ اهدي 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 وامسكي اعصابك، المسائل دي تتحل بالحكمه مش بالتهور. رشاد بصي انا هحكي لك الحكايه، اصل في واحد جرسون في النادي شافه وهو نازل من عند مراته الثانيه، طبعا هو لما شافه عرفه وسال الجيران فقالوا له ان دي فعلا مراته. بصي ادي عنوانها عشان تتاكدي من كل كلمه بقولها لك، وعلى فكره هي اسمها فردوس. قلبي معاكي. يعني انا ما عنديش حاجه يا دكتور؟ ايوه بجد 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 ما عنديش اي حاجه بجد، يعني التحاليل كلها طلعت سليمه الحمد لله. سليمه بجد؟ الحمد لله. ما عندكش فكره يا دكتور الموضوع ده كان قلب دماغك، بس الحمد لله الحمد كل لله. انا متشكر 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 جدا يا دكتور، الف شكر. كلها سليمه مش كده؟ الحمد لله. اشكرك 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 جدا. زينب يا زينب. اي خدمه بيه يا زينب؟ فين الست زينب؟ قاعده في اوضتها ما نزلتش من الصبح خالص. متشكر قوي يا سعاده. نعم. متشكر جدا. زينب 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 زينب. ايه الله مالك؟ مفيش مفيش مفيش. ايه ده انت معيطه؟ افتكرت ارحم ابويا. انت ايش بتفتكري؟ ليكي عندي خبر هيفرح قلبك جدا. خبر ايه؟ عملت التحاليل اللي طلبتها مني المستشفى والنتيجه خدتها النهارده الحمد لله. ما عنديش اي حاجه الحمد لله. يا ساتر يا ساتر، موضوع التحاليل دوت كان قلب دماغي، كان عامل زي الكابوس، بس الحمد لله الحمد لله. العيال فين؟ في اوضتهم بيلعبوا. طب يلا حصليني، القعده من غيرهم مسخه جدا. وحشوني ولاد الايه دول، وحشوني. تعالي ورايا تعالي ورايا. متأكد من النتيجه دي يا دكتور؟ ايوه يا دكتور رمزي، للاسف اخوك رشاد عنده ورم خطير في المخ. ارجوك لازم تبقى اقوى من كده. مفيش فرصة للتدخل الجراحي يا دكتور. مع الأسف التدخل الجراحي تقريبا مستحيل، وانت بنفسك شفت الأشعة المقطعية وشفت قد ايه المرض متغلغل. لازم يكون في طريقة انقذ بيها حياته. رمزي أرجوك تتماسك، انت طبيب وجراح وعارف ان في حالات الطب بيقف قدامها عاجز، وفي الحالات اللي زي ديت مفيش قدامنا غير رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي بيحصل لرشاد ده يا رمز؟ طب وانت هتتصرف ازاي دلوقتي؟ مش عارف يا ملفت مش عارف. عمري ما كنت اتخيل اني هقف موقف زي ده. رمزي انا شايف ان انت تقول لاخلاص ونادر وسيب عليا زينب. انا عارفه ان دي مهمه صعبه قوي عليك. وبابا
مسكين حالته ما تسمحش ان احنا نسمعه خبر مرض زي ده. مالك يا زينب؟ ابدا يا عمي سلامتك. مش عوايتك وانا مش عارفك ولا ايه؟ الواد رشاد زعلك في حاجه؟ هو رشاد يعرف يزعل حد يا عمي؟ على رايك فعلا رشاد ده طول عمره طيب. تعرفي لما كان حد من اخواته يحب ياخد منه لعبه في ايده ولا حاجه كان يديها له وهو بيضحك. تبقى لازم نجوى؟ نجوى؟ كبري بوخك يا زينب، انت العقلة الوحيدة اللي في البيت. ما انا يا عمي عملت زي ما حضرتك شرط عليا، انا في حالي وهي في حالها. امال في ايه يا بنتي؟ انا اول مرة اشوفك بالشكل ده، ده انت زعلانة خالص. طب يا بنتي لما اكون عاوزة تشتكيلي من حاجة ما انا موجود هروح فين؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ داخل على 10:30. ده رشاد اتأخر قوي. هو دلوقتي دايما بيتأخر كده يا عمي، زي ما يكون مش عاوز يرجع إلا على النوم. قولي كده بقى، هو ده اللي مضايقك؟ تلاقي يا ست طلع اسكندرية ولا بورسعيد. زمان كان بيقولي في التليفون، إنما دلوقتي بلاش الأفكار دي يا زينب. ما طول عمره بيسافر وطول عمره بيغيب وبرضه ما بيتكلمش في التليفون، ايه اللي جد؟ رشاد اتغير دلوقتي خالص يا عمي، بقى مش هو رشاد بتاع زمان، خلقه ضاق وزي ما يكون بيهرب من حاجه. ما تكبريش الحكايه امال يا زينة. مساء الخير. اهو جه اهو يا سيدي. كنت فين يا رشاد؟ دمياط. زي ما قلت لك بالظبط. في ايه يا بابا؟ في ايه يا زينب؟ ابدا ما فيش، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مش واجب برضه قبل ما تسافر تتكلم في التليفون وتقول لمراتك ان انت مسافر؟ في ايه يعني ما سافرت من غير ما اتكلم؟ من امتى انت يا زينب بتدعي على الحاجات ديت؟ وبتتخلق ليه يا رشاد؟ مراتك وام عيالك وقلقان عليك، وانا عايل يا زينب؟ هتوه؟ حقك عليا يا رشاد. احضر لك العشاء ولا اتعشيت هناك؟ ايه؟ في دمياط. ماليش نفس يا زينب. مالكش نفس ولا شبعان؟ يا زينب انا جاي تعبان ومهدود حيل، مش ناقصك. ربنا يقويك. على اذنك يا عم. يا زينب مالها يا بابا؟ بصراحة انت زودتها حبتين. هي قلبها عليك تقوم تهب فيها كده؟ دي كانت لسه بتشتكي لي منك دلوقتي. زينب زينب مالك يا رشاد؟ مالك يا ابني؟ مالك؟ صداع يا بابا، صداع هيفرتك دماغي وعينيا مزلله مش عارف ليه. انت يا ابني مش قلت ان الدكاترة بصوا على التحاليل وقالوا شوية اجهاد؟ ايوه صدقني يا ابني، خد لك اجازة كده يومين ثلاثة. انت حالتك مش عجباني، انا شايفك كده يعني بتخس وفي النازل. ايوه انا فعلا حاسس ان انا تعبان ولازم استريح. انا عن اذنك يا بابا، عن اذنك بس هطلع اطمن على زينب، ولا تحب ادخلك اوضتك الاول؟ لا مش وقته يا ابني، انا زهقت من الاوضه. طيب بعد اذن حضرتك انا هطلع اطمن على زينب وانزل مع حضرتك. ما تتعبش نفسك يا ابني، صلاح لما بيجي بيطلعني في الاوضه. ابن حلال جوز اختك مش كده؟ ايه؟ ايوه بابا ايوه. طب اطلع يا ابني، اطلع براحتك.
تصبح الخير يا بابا. وانت بالاهل. بتشتكيني لابويا يا زينب؟ انا ما اشتكيتش، عمي هو اللي سألني. انت ايه حكايتك يا بنت الناس؟ حكايتي انا؟ لا، حكاية الجيران. ما انت راجع من دمياط فايق. راجع من دمياط فايق؟ ايه الكلام المعوج بتاعك ده؟ انت ازاي تقولي كلامي معوج يا رشاد؟ انت ايه اللي جرالك يا زينب؟ ايه اللي جرالك؟ اتعلمت انك على كبر؟ انت بتزعقلي كده ليه يا رشاد؟ من عمايلك؟ دي مش عيشة دية. طب خلاص خلاص. لا مش خلاص. انا مش على قد ايدك. ساعت حكي وساعت كشري. حقك عليا يا رشاد. بلا عيب يا باب. انا عليا منك ولا من الشغل ولا بس القادر تفضل. صباح الخير. صباح الخير. اهلا استاذ صلاح. تفضل استاذ صلاح. اي خدمه استاذ صلاح؟ الحقيقه هي حاجه بسيطه كده، بس اصل انا مستعجل شويه عشان كده جيت لحضرتك. لا تحت امرك، انت تامرني. سيدي المدام عميل عندكم، اخلاص غريب عبد الهادي، ليه حساب احنا حط مبلغ حوالي 22,000، وهي عامله لي توكيل رسمي عام. موجب التوكيل ده انا عايز احول المبلغ ده لحسابي، والتوكيل اهو. يعني حضرتك عايز تنقل حساب المدام لحسابك؟ بالظبط كده. بس ولو ان سؤال بايخ شويه، المدام عندها علم بالاجراء ده؟ جرايه جميل بيه. امال المدام عامله لي توكيل رسمي عام ليه؟ عشان اشتري لها شنط يد او حلقان اكسسوار؟ ما اقصدش يا صلاح دي، لكن تعليمات مجلس اداره البنك عندنا بتقول اننا لازم نبلغ العميل باي اجراء يتخذ، لان ممكن العميل يعترض على الاجراء اللي بنتخذه، فيبقى برضه ده حفظ لحقه. وبعدين طبعا انت عميل من العملاء، واظن الاجراء ده فيه حمايه لك انت كمان. شوف يا جميل بيه، بالرغم من كلامك الناعم المنطقي، لكن انا معايا توكيل رسمي عام من المدام. تعليمات مجلس الاداره بقى لمؤاخذه يعني مخالفه للقانون، لان التوكيل اللي معايا اقوى من التعليمات. الكلام ده تقوله لاي حد تاني، ما تقولوش انا. التوكيل ده يخليك تنفذ اللي انا بقوله ودلوقتي حالا. انا مش هستنى لحد ما تبلغ العملاء بجوابات رايحه وجوابات جايه. ايه انتوا مش بتقولوا هتنسف الروتين؟ لكن يا صلاح بيه، انا ممكن دلوقتي اوصل لحد رئيس مجلس الاداره ابلغه باللي حصل. لا 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 لا، بس يعني بعد اذن حضرتك هحتفظ بصوره ضوئيه من التوكيل. حقك. على بال ما تشرب القهوه كنا انا خلصت الموضوع. بعد اذنك. ولا اقول لك انا جاي معاك. ما تخليك انت وانا اخلص. معلش رجع على رجلك. طيب. ها عرفت هتعمل ايه يا نادر؟ ايوه. ايه انت مش مقتنع ولا ايه؟ مقتنع بس نادر انا فهمتك ان التوكيل اللي هتاخده من باباك دوت مهم ليك قد ايه. اقعد يا نادر. تعال اقعد. انا شرحت لك كل حاجه، وبعدين بدل ما تجرح احساس باباك يعني وتقوله انه مش هيقدر يرجع شغله تاني عشان حالته الصحيه، هكاله باي طريقه تاني. ايوه بس انا خايف لاخواتي يعرفوا. نادر انت مش هتستخدم التوكيل ده غير وقت العوزه، يعني نفرض انهم حبوا يتحدوا ويعملوا جبهه ضدك، يبقى في ايدك الورقه اللي تقدر توقفهم بيها عند حدهم. يعني ده مجرد اجراء احتياطي وبس، وبعدين كل واحد فيهم بيحاول يامن مستقبله، يبقى من حقك انت كمان انك تأمن مستقبلك.
انا عارفه انهم اخواتك، بس مين عارف، مين عارف بعد كده الفلوس ممكن تغيرهم او تعمل فيهم ايه، وخصوصا ان ورا كل واحد وواحده منهم اللي بيزن على دماغه، اذا كانت مرفت ولا صلاح ولا زينب. دي حاجه. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. صباح النور. عمي فاتر يا زينب؟ الحمد لله. طيب استاذن انا بس عشان عايز بابا في حاجه. طيب يا نادر. زينب. نعم. هو انت اتخانقتي امبارح مع رشاد؟ انا صوتكم كان طالع، ده حتى انا ونادر سمعناه واحنا في اوضتنا. حبيبتي لازم تمسكي اعصابك اكتر من كده. انا عارفه طبعا ان هو امبارح كان عندي اللي ما تسماش دي، وده اللي خلاكي تنفجري من غير ما تحسي. غصب عني يا نجوى. عارفه حبيبتي، عارفه، بس طريقتك غلط. لو عايزه تحتفظي بجوزك مش هي دي الطريقه. طب اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ اقعدي واحنا نفكر. احنا ممكن نروح لها. نروح لمين؟ للي اسمها فردوس، نحاول نتفاهم معاها. نتفاهم على ايه؟ اهو نحاول نديها فلوس يمكن تسيبه. طب وفرجي بقى انها قالت لرشاد، ساعتها بقى تخيري ما بينك وما بينها. كفايه طيبه بقى يا زينه، فوقي. الله، مش معقوله الضعف اللي انت فيه ده. عارفه انا لو مكانك كنت كسرت الدنيا فوق دماغه. طول ما هو حس انك غلبانه ومكسوره بالطريقه دي هيسوق فيها. ولا انت رايك ايه؟ فكري يا زينب على مهلك وانا تحت امرك. انا متشكره قوي يا نجوى حبيبتي، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. متشكره على ايه؟ ده احنا اخوات. هو انا يعني يرضيني اشوف بيتك بيتخرب واقف اتفرج عليكي؟ عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. يا سلام، الحمد لله. ألف حمد لله على سلامتك يا بابا. بابا حضرتك بتاخد الدواء وبتتحسن وبعد كده بتتصرف كأنك لا عيان ولا حاجة. ليش اختلش كلام فارغ؟ هو حتى في الدنيا بيتمنى العيان. أنا عاوزك بس تطمني، حالتي دي لها علاج في بلاد بره؟ طبعا يا بابا. انا حتى مستغرب يعني ازاي رمزي وهو دكتور ما عرضش على حضرتك فكره السفر دي. اصل يا ابني الدكاتره اللي شافوني قالوا ان الحاله اللي عندي دي مستقره وما لهاش علاج في اي حته. طب ايه راي حضرتك ان انا بعت المركز علاج طبيعي في رومانيا وردوا عليا فاكس وقالوا انهم ممكن يعالجوا حالتي دي؟ لا يا بابا، انا مش هكدب على حضرتك، يعني هما ممكن يقدروا يحسنوا الحاله، يعني الازمات اللي بتيجي حضرتك دي من وقت والتاني ممكن تخف شويه وممكن تروح الشغل كمان، وده كله في خلال شهرين بس. ايه راي حضرتك؟ يا سلام يا سلام يا نادر، لو ده حصل يا سلام ارجع الشركه تاني، ده حاجه ولا في الاحلام. انا اصلا زهقت من القعده خالص، انا مش واخد على كده. انا حاسس بيك يا بابا، علشان كده قلت اعملها لك مفاجاه. فيك الخير، فيك الخير، رغم حالتك دي انها بتفكر فيا. ليه بركة اللي انت يا بابا، انت حضرتك تأمر بس وانا اعمل كل اجراءات السفر. اعجزلي يا نادر، انا مستعد اسافر حتى لاخر الدنيا. خلاص، بكرة ناخد التأشيرة ونحجز تذاكر الطيران وتسافر حضرتك خلال اسبوع. وانا هسافر لوحدي؟ لا طبعا يا بابا، رمزي يسافر مع حضرتك. لا رمزي ما ينفعش، رمزي ما يقدرش يسيب العيادة والمستشفى شهرين. خلاص رشاد يسافر. شاد. ممكن، ولو ان الشغل كله هيكون على كتافك. انا مستعد يا بابا اعمل اي حاجه عشان حضرتك، المهم ترجع زي الاول واحسن. ربنا يخليك لي يا نادر. بس في موضوع كده يا بابا عايزين نعمله قبل ما حضرتك تسافر. موضوع ايه؟ حضرتك تعمل لي توكيل رسمي عام علشان اقدر اتصرف وانتم مسافرين، ولما حضرتك ترجع بالسلامه ان شاء الله نبقى نلغيه. دي بسيطه، ابعت هات موظف الشهر العقاري وانا اعمل لك التوكيل. بس في نقطه يا بابا، يعني اخلاص ولا رمزي او رشاد يعني عرفوا بالحكايه دي ممكن يعني عقلهم يروح كده ولا كده. يعني ايه؟
انت كل حاجة في ايدك فعلا يا ابني. ايوه بابا، بس يا ريت الحكاية دي تبقى بيني وبينك. انت حضرتك تملي يعني بتقول الباب اللي يجيلك منه الريح. سد واستريح. خلاص، يبقى الاحسن بقى ان احنا نعمل التوكيل ونلغيه لما حضرتك ترجع بالسلامة. حاضر يا نادر، حاضر. طب يا بابا انا هروح الشركة واخلي مصطفى يعني يعمل كل اجراءات السفر، وانا هكلم رشاد واجيب لك منه الباسبور، وهكلم حضرتك انا بالتليفون ابلغك الموقف ايه. بالسلامة. طبعا، عن اذن حضرتك يا بابا. مع السلامة. مع السلامة. يبقى انت بقى تروح الشهر العقاري تعمل كل الاجراءات وتجيب حد معاك يعمل التوكيل. حاضر. نادر، اوعى اي حد يعرف اي حاجه، احسن كل اللي عملناه يبوظ. مين؟ مش عارف، حاسس زي ما اكون خدعته. خدعته؟ لا يا نادر، احنا لا بنغش ولا بنخدع. هو لما عمي يسافر رومانيا عشان يتعالج يبقى اسمه غش وخداع؟ لا طبعا. وانت لما يبقى معاك توكيل يبقى غش وخداع؟ طب ما انت اللي ماشي الشركه كلها، والمكاسب دي كلها من تعبك وشقاك، يعني انت اللي بتصرف على الكل. مش رمزي كل شهر يجي ياخد شيء وشويات زي ما بيقولوا؟ خلاص بقى، يبقى فين الغش والخداع؟ ولا هما يعني عايزين ياكلوا تعبك وشقاك، ولما يبقى معاك توكيل يبقى اسمه غش وخداع؟ نجوى، خلاص خلاص يا نادر، اعمل اللي انت عاوزه، اتصرف زي ما يعجبك، بس انا من دلوقتي بقى برا البيت وبرا الشركة، ولما يبقوا ياكلوك ما تجيش تشتكيلي. نجوى، انا شرحتلك وجهة نظري، انا مش عايزك تزعلي. دي فرصتك الوحيدة يا نادر، احنا ما بناخدش حق حد، احنا بناخد حقنا. يلا قوم قوم، كفاية ضعف واستسلام. قوم يا نادر، احنا مش بنعمل حاجة غلط. قوم. بص، ابقى كلمني من الشركة وقولي على ميعاد الموظف بتاع الشهر العقاري عشان ارتب المسائل هنا. يلا يلا يا نادر، يلا ربنا معاك. ايه ده؟ ايه كل دي؟ ادويه؟ دول شويه مقويات ومسكنات. كل ده؟ انت مش بتقول حاسس بصداع وزغلله؟ يبقى محتاج ادويه طبعا. طب انا هروح الشغل بالادويه دي كلها ازاي بس؟ شغل ايه بس يا رشاد؟ انت لازم ترتاح اسبوع اسبوعين شهر. شهر؟ عايزني اسيب شغل واقعد شهر؟ ما تتكلمي يا زينب. اتكلم اقول ايه بس يا رمزي؟ كل ما اقول له اقعد ارتاح يقول لي لازم انزل اروح الشغل. حتى انت يا زينب عشان اسيب الشغل واقعد جنب منك زي الولايه؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت محدش قادر عليك، ما تروح تبص في المرايه، ده انت تقع من طول. انا حر في نفسي بقى يا اخلاص. رشاد، انا الدكتور اللي بعالجك ولازم تسمع كلامي. طيب انا هاخد الاجازه بس مش هقعد في البيت، هسافر في اي حته. ماشي ماشي، موافقين، بس المهم ان انت ترتاح وتاخد الادويه. لا كفايه الاجازه. رشاد، ليه اخويا العند ده بس؟ انا كده بقى يا زينب. رشاد، ما تستهونش بحالتك يا اخويا. يعني ايه يا رشاد؟ رمزي يقصد ان صحتك دي مهمه جدا والادويه مهمه ليها، وبعدين اي حاجه وحشه لا سمح الله بتحصل بتكون سببها يا الاهمال يا الاستهتار. انتوا اتلميتوا عليا بقى ومش عارف افرفص منكم، صدعتوني. طب خد الدواء. انت ايه حكايتك يا ابني؟ ايه حكايتك بالظبط؟ انت خلاص صدقت انك انت فعلا دكتور وانا عيب بجد؟ بطل غلبه بقى وخد الدواء عشان ترتاح ساعتين وتنام. ايوه انام، انا عايز انام على الاقل ارتاح منكم. عموما انا هروح اشوف بابا. يلا يا مرفت. يلا خدني معاك يا رم. اوف. انا طالعه زمان صلاح جاي. خلاص. ايه؟ عايز اتكلم معاك كلمتين. عادي عادي. ها كلام ايه بس يا زينب؟
انا بصراحه حاسه ان في حاجه خاصه برشاد وانتم مخبيين عليا. هنخبي عليك ايه بس يا زينب؟ امال ايه حكايه الادويه والاجازه؟ انا ابتديت اخاف على رشاد. بصي هو رشاد تعبان شويه شويه، دي كل الحكايه. لا يا مرفت، رشاد مش طبيعي، ده جوزي، انا اعرفه اكتر من اي حد. زينب رشاد فعلا تعبان. هيام بيه؟ ما تتخضيش كده، هو فعلا تعبان بس احنا مش عاوزين نوهمه. انت عارفه الوهم لما يسيطر على المريض ممكن يعمل فيه ايه؟ ايوه، يعني تعبان عنده ايه؟ شويه مشاكل في الضغط والادويه هتساعده. حبيبي يا رشاد، انا قلبي كان حاسس. صدقيني يا زينب، شويه تعب بسيطه وانت طبعا هتساعدينا. حاضر. لو قلنا الرشاد هيقلق، انت عارفة القلق ممكن يعمل ايه؟ عايزين نسيبه يعالج نفسه بنفسه من غير ما يحس بأي حاجة. وانتي من ناحية واحنا من ناحية، خلاص؟ ممكن ندخل بقى لعمي من فضلك؟ اتفضل. زينب دي مش مراتي وبس يا خلاص، دي عمري كله، عمري اللي عشته واللي هعيشه. غريبة. ايه اللي غريبة؟ اسمع كلامك يا صدقك اشوف امورك استعجل. يا سلام عليك يا اخلاص وعلى هزارك، انا مش فايق لهزارك. صدقيني انا حاسس ان جواها حاجة مخليها متغيرة من ناحيتي، سألتها كتير مش عايزة تقول. واظن عايزني انا بقى اسألها لك ان شاء الله واجي اقول لك، مش كده؟ طبعا يا اخلاص، انتوا صحاب من زمان وطبعا مش هتخبى عليكي. هتعملي لي الخدمه دي اخلاص؟ ما تفكر كده، طيب يمكن تكون زعلتها في حاجه، عملت لها حاجه، فكر يعني. يو هكون عملت ايه بس يا اخلاص؟ يا سيدي تكون اتجوزت عليها مثلا. ايه؟ اسمعي ارجوكي اعملي لي الخدمه دي اخلاص، ممكن؟ حاضر يا رشاد، ما اقدرش اقول لك حاجه، ده انت جوزتي مسكتها من الالف للياء وانت ما عيرتش. يا بنت انت، انا اخوك الكبير بجد. مفوتش اعرف. طب اسمع، يلا روح اتكلمي معاها. حاضر. لوحدكم يا اخلاص. حاضر يا رشاد. من غير صلاح ما يعرف يا اخلاص. حاضر يا رشاد، يا دي صلاح اللي عندكم زي اللقمه في الزور. طب اتفضلي اتفضلي بسرعه. يعني مش موافق على حكاية السفر دي؟ العكس يا بابا، أنا موافق جدا. أهو من ناحية تتعالج ومن ناحية تانية تغير جو. أنا مش عاوز أغير جو، أنا عاوز أخف. إن شاء الله إن شاء الله يا عمي. يعني موافق ولا مش موافق؟ موافق يا بابا، بس حد غير رشاد يسافر مع حضرتك. ليه؟ ما هو أصله يعني. ما هو أصله يعني فيه إيه؟ أنا هقول لحضرتك يا عمي، هو رشاد تعبان شوية والسفر ممكن يضر. تعبان؟ هي الدكاترة مش قالت مفيش خطورة يا بابا، هو شوية ضغط زيادة لكن ركوب الطيارة ممكن يتعبه. آه خلاص تسافر أنت معاه. ما حضرتك عارف شغلي يا بابا. هو شغلك أهم مني يا ابني؟ هديلك أتعابك. أتعاب إيه يا عمي؟ خير حضرتك مغطينا، بس هي الحكايه ان رمزي لسه راجع من السفر، ويعني ابتدى اسمه يتعرف شويه، والسفر في الوقت ده بالتحديد ممكن يضره. حضرتك طبعا سيد العارفين بالسوق. انا ما افهمش في سوق الطب. بابا ممكن نادر يسافر مع حضرتك. لا 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 ابدا، انا ما اقدرش استغنى عنه هنا في الشركه ابدا. طب والحل؟ الحل خلاص اسافر انا واخلاص وجوزها، انا اتعالج وهم يعملوا شهر عسل. ايه الحل ده مش عاجبك ولا ايه؟ لا 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 يا عمي، بالعكس ده حل مناسب جدا. على خيرت الله، اسافر انا واخلاص وصلاح. ازاي؟ ومين اللي قالك ان رشاد اتجوز؟ انا عرفت كده وخلاص. عرفتي من نجوى مش كده؟ يعني انت كنت عارفه يا اخلاص؟ ايوه. من امتى؟ من اول يوم دخل فيه رشاد المستشفى كده برضو يا خلاص.
نجوى هي اللي تقولي وانت تخبي عليا اكلش العشب. بصي يا زينب، انت اختي ورشاد اخويا، وجايز يكون هو عمل كده عمل كده ومعاه عذره، مش كده. انا ما قلتش كده، انا بقول ان احنا قلنا ان هو اتجوز، جايز او جايز لا. وبعدين قبل ما تتصرفي وتعملي اي حاجه لازم تتاكدي الاول. حتى قبل نجوى ما تقولي وانا كنت حاسه بكده، رشاد متغير، مش هو ده رشاد بتاع زمان، انا متاكده. طب انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا خلاص، بس لو كان ابويا عايش كنت رحت قعدت عنده انا واولادي. بقولك ايه يا زينب، ابوكي عايش ده بيتك، ابوكي ميت ده بيتك، متجوزه رشاد ده بيتك، ما انتش متجوزه رشاد ده بيتك. واوعي يا حبيبتي تكوني فاكره ان نجوى قالت لك الكلام ده حبا فيكي، دي بتكره نفسها. ما انتوا كنتوا صحاب. جايز، بس انا خلاص عرفتها على حقيقتها، كل حاجه عندها في الدنيا هات وخد، بتدي قد ايه وبتاخد قد ايه. يا ساتر يا رب، دي مغلوله مننا كلنا، دي عدوه نفسها يا بنتي. والدليل على كده انه نسيني ونسى البيت واولاده وراح اتجوز. افرجي انها نزوه، تولعينا بقى في البيت حريقه. مش انا اللي ولعت الحريقه دي يا اخلاص، اخوكي هو اللي ولعها. حرق قلبي وحبي وثقتي في نفسي. اخربي البيت يا زينب وفرحي نجوى. اخلاص انت عارفه طبعي كويس، انا متعودتش اضحك في وش حد وفي قلبي حاجه منه، خصوصا رشاد. زينب، رشاد شريكي، والدليل على كده انه نساني وراح اتجوز. زينب، رشاد شريكي، لو ما كانش شريكي ما كانش طلب مني اعرف انت متضايقه ليه. هو طلب مني كده اخلاص عشان عاوز يطمن انا عارفه ولا لا. انا عارفه اخويا كويس، لو صبرتي هجيلك لغايه عندك، انا عارفه رشاد كويس. عارفه يا اخلاص اللي بيني وبين رشاد ايه؟ اللي بيني وبينه حاجه زي اللبن الحليب، لو تعكر مش ممكن يرجع زي الاول تاني. عشان خاطري يا زينب، عشان خاطري انا كتمي على الموضوع ده، لو بابا عارف حاجه زي دي هيروح فيه. طمني خلاص، عمي عمره ما هيعرف حاجه زي كده. ولو انت كنت جرحتي الجرح اللي انا جرحته ما كنتيش هتطلبي مني اصبر اكتر من كده. طب الخلاصه دلوقتي هقول لجوزك ايه؟ قولي له اي حاجه، قولي له زينب زعلانه عشان افتكرت المرحوم ابوها. هو ده الكلام، وده سر زياره نجوى لزينب ساعه لما انت شفتيها خارجه من عندها. اي كانت بتولع الكبريت ساعتها. بس انا مش فاهمه هي غرضها ايه. يعني غرضها واضح، عايزه زينب تسيب البيت تخلص منها من ناحيه، ومن ناحيه تانية تقلب عم غريب على رشاد. انت عارفه عم غريب بيحب زينب قد ايه، لان هي اللي بترعاه. ايوه بس نجوى هتستفيد ايه من كل ده؟ يعني نجوى بترتب لحاجات كبيره جدا جدا، هنعرفها، لازم نعرفها. بس حكايه رشاد دي وجوازه غريبه وراها سر، بس لازم اعرفها، ولازم اعرف الحربايه دي بتفكر في ايه. اتفضل يا استاذ، اتفضل دقيقه واحده بس ادي خبر للوالد. اتفضل حضرتك. ايوه هنا. شكرا. امال فين رشاد؟ في الشركه. وزينب؟ زينب في المطبخ، يعني هتكون فين؟ وصلاح واخلاص في النادي. على فكره في مشكله جدت. ايه هي؟ رشاد مش هيسافر مع بابا رومانيا، اخلاص وصلاح هما اللي هيسافروا. بس دي مش مشكلة ولا حاجة، المهم عندنا التوكيل وهو هيعمله. على رأيك. طب دقيقة واحدة، دخل الراجل المكتب لبابا. ها اتفضل يا فندم. اتفضل مين؟ اتفضل حضرتك. نادر، ايه اللي جابك من الشركة بدري؟ حضرتك ناسي ميعاد الشهر العقاري، الأستاذ منسي عشان التوكيل. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك. حضرتك عايز تعمل توكيل رسمي عام للاستاذ نادر؟ ان شاء الله. يبقى نبتدي بالاجراءات. اتفضل. اهلا
رد فعل برضو على شط برضو نزلت الشغل. تعبان. انا مش قلت لك ما تنزلش الشغل؟ رمزي انا عندي ايه؟ انت ما عندكش حاجه يا اخويا. قول لي اللي عندي ايه يا رامز. ما تخافش. طب هات استريح يا شباب. انا اسف. حالتي خطيره مش كده؟ انا حاسس يا رامز، حاسس بتصرفاتك معايا. متاكد ان انا حالتي خطيره؟ اشهد. ما تخافش يا رمزي. انا راضي بكل حاجه وسعيد استحمل كل حاجه وراضي بقضاء الله. راضي. انا حاسس من جوه الصداع يا رمزي. خلاص ما عدتش قادر استحمله. ساعات بحس ان السحابه سودا مغيبه قدام عينيا واعصابي كلها بتظهر. قولي انا مش طالب بالله غير الحقيقه يا رمزي. قولي مفيش امل في علاجي مش كده؟ أنا سألت الصيدلي وأنا بشتري الدواء وقال لي كفاية مش ولا كذبة. عشان كده أنت بتديني مسكن قوي ما بياخدوش غير اللي عندهم. أنا عارف اتكلم زي أنا عارف. خليني اغفر لك فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل يا استاذ، انست وشرفت. لا انا افتكرت انكم هتتغدوا في النادي. لا واحنا كل يوم بعد نتغدى في النادي، قلنا نيجي ناكل معاكم لقمه صح؟ اتفضل انت يا استاذ. بقول لك ايه يا استاذ، بكره حضرتك تعدي عليا عشان تستلم. ان شاء الله. اتفضل حضرتك. اتفضل. تصوري ده احنا كنا هنحصلكم. صحيح. طب ليه ما قلتلناش كده كنا استنيناهم صح؟ لا الحمد لله ان احنا جينا في الوقت المناسب عشان انا عايز استريح شويه. طيب انا كمان استريح شويه. طبعا. تفتكري خدوا بالهم؟ مش عارفه جايز. ده انا اللي خايف منه. ده مالك ضعيف كده ليه؟ مش عمه مضى خلاص؟ يخبطوا راسهم في الحيط. السلام عليكم يا ريس. السلام ورحمه الله وبركاته. مش ممكن اللي بيحصل في الفيلا ده. بيحصل ايه في الفيلا يا صلاح؟ عمي عمل توكيل لنادر. توكيل؟ اللي خرج ده موظف الشهر العقاري، ونادر بكره هيروح يستلم التوكيل. يعني ايه؟
يعني نادر معاه توكيل بكل ثروة أبوكي، يعني هيعمل كل ما بداله. وزي بابا يعمل حاجة زي انتي؟ عمي ما عملش حاجة زي دي، الحرباية، الحرباية هي اللي عملت. مش بقولك نجوة، نجوة بترتب لحاجة كبيرة قوي. ده انا هقلب لهم عليها عصير. بالهداوة حلاوة، بالهداوة. عمي زي ما عمل التوكيل ممكن يلغيه، المهم نعرف ازاي هم اقنعوه يعمل العملة المهببة دي عشان نعرف نتصرف. احنا قطط مغمضة، لا عرفنا حاجة ولا شفنا حاجة. انا لما يجي رشاد هقوله على كل حاجة وهو اللي هيتصرف معاه. لا لا لا، محبش مراتي تنفعل بالطريقة دي. اوحي تجيبي سيرة لحد، انا اللي هتصرف.